نهار عطاك جلالة الملك الوسام الملكي قال لك سي الزروالي شنو باغي؟ خصني الجواب اللي سمعت وعطيتيه له بغيت فك تاكدوا لي استاذ زروالي. هو لا نسولني في الصحافه قال لي شنو احساسك لما وقفتي امام جلاله الملك؟ لما احسست انني اقف امام ملك وابن ملك. انا ماشي انا كنت كان سيد عبد الوهاب الكالي، كان الحاجه الحمدويه الله يرحمها، وكان بجدو، كان فتح الله المغاري الله يرحمه. كنا واحد مجموعه ديال الاسماء اللي عندهم درجه قائد. من اللي كان جلالة الملك مازال ولي العهد في سلا كانوا كيمشيو لباب القصر، فنانه كبار لاباس عليهم كيتزاحموا مع ذوي الاحتياجات الخاصه باش كل نهار كيخرجوا دوك المكلفين وكيقولوا اجا فلان اجا فلان اجا فلان، واحد الخمسه ولا سته. وكانت الاكراميه ديال جلاله الملك الامير سميت سيدي ذاك الساعات. شي نهار في واحد المناسبه تلاقاني واحد الشخص قال لي سي زروالي كاع الناس ديالكم كنشوفهم عندنا وانت عمري ما شفتك فين؟ قال لي سميت سيدي اسمح لي الله يخليك انا كتعتقد غادي نمشي نتزاحم ونوقف تما مع ذوي الاحتياجات الخاصه والقرارص وكذا باش نتسنى من بعد شهرين ولا ثلاث شهور شي نهار يطلع لي البورصه ديالي ويعيطوا يقول فلان تما غادي كنجري ونطيح له بدرجلي. ما كيبغيش واش كيبغيش. قلت له اسمح لي انت مهم. قال لي انا شي حد ما نمشي. قلت له الا كان ممكن عندي واحد المجموعه الكتب ديالي نتمنى شوف شي وقت مناسب بالنسبة ليه بغيت تقدمهم له كهدية. شي أنا أنت اللي بغيتي تعطي هدية ل قلت له بغي يكون أكبر شرف ليا أن الكتوبة ديالي يكونوا في الخزانة ديال سميت سيدي اللي كان مازال ملك. قال لي واخا غادي نشوف من بعد ما كان والو. فاش تعلق لي الوسام قال لي سي زروالي وكيقولها لكل شيء. شنو بغيتي وشنو محتاج؟ لا عنده واحد السؤال بسيط وعادي راه مالك بخير تقول له بخير أمس خاص شي حاجة؟ كلهم كيطلبوا كل شيء كل شيء. اسمح لي ما كاينش اللي ما طلبش شي حاجه. اللي ما طلب حتى حاجه اما كيقول له انا مريض باغي الدواء كيقول لهم غادي نكلف الطبيب ديالي الخاص يتكلف بكم، او باغي نمشي للحج كيقول لهم هي صافي هي الاولى اللي ما تعاودش. لا هو راه عنده التقرير على عبد الحق الزروالي بسيط بلاش والو صافي. هاي من البحاير تفتشها. قال لي سي زروالي ايه قلت له بخير اسيدي. قال لي خاص شي حاجه؟ قلت له سيدنا انت هز الحمل ديال البلاد كلها، حنا خصنا نخفوا الاعباء عليكم سيدنا ماشي نزيدوك بالمشاكل ديالنا. نواجهوا مشاكلنا نتحاربوا في الميدان ديالنا نديروا مجهود نتقاتلوا ماشي امكانياتنا ماشي نطلبوا المساعده. هو ما كينتظرش هذا الجواب. دار فيا هكذا قال لي شكرا سي زروالي تبارك الله عليك داركم هادي فوق ما بغيتي داركم هادي. اللي كيمرر خطاب في المسرحيه ديالو كنت اراه العطاء بعد السؤال لا يعول عليه والتوسل لغير الله ما دل ما يمكنش. درت هذه المسرحيه ساليتها ملي تعطاني هذا الموقف نولي عبد الحق زروالي اخر. نولي نولي ما عندي ما ناكل ما عندي ما نشرب وهذا وخاصني فين نسكن وخاصني فين غنكون خنت. هي اللي قلت قبيله ان ذاك الشيء اللي كنقدم في المسرح انا امثله في الحياه واحيا في التمثيل، بمعنى عمر ديالي حياتي شخصيتي الحقيقيه هي هذوك الادوار هي ديك الافكار ماشي هذا اللي كيخرج من هنا ويطلع هنا ويمشي لهنا ويجلس في هذه القهوه وينوض من هذه القهوه.